كنتمناو يكون داكشي على حساب داكشي اللي بريبارينا ويكون في المستوى صافي شويه واخا هكاك ماشي بزاف ولكن درنا اللي علينا. في فرنسي كنتمنى تحط لابواط او شي بلان كون سامبل على حساب داكشي اللي بغيتو لابواط تاع ماشي مشكل ولكن لابواط احسن. إيه ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليهم الجميع المسلمين وليداتهم كلهم ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى لهم النجاح ان شاء الله باذن الله باش يكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى من الامتحان يكون ان شاء الله سهل شويه على حسب المستوى ديال دابا عارفه العام كيفاش داز مقطع وكيقراو على بعد، ونتمنوا من الله يجعل الله خير باذن الله. جيت مع البنيسه انا غادي للعمل ديالي وقلت انا نوصل شويه نقربها ما بعيده شي شويه وداكشي علاش. الحقيقه حنا اللي تندوزو ماشي هما، لو ستريس اللي واخدين حنا اكثر من اللي واخدين هما، وتنتمنى ليه التوفيق وتنتمنى التوفيق لجميع التلاميذ يعني كافه. سي نورمال سي نورمال، والده برا مخلوع انا اكثر منه هو، لان تتبقى داك لو ستريس عند الاباء اكثر من لان داكشي اللي هذا تتبغي النتيجه تكون، ونتمنى التوفيق للجميع. بغيت نجيب شي نقطه مزيانه ان شاء الله دعوا معنا نفرحوا والدينا ونفرحوا حنا ريوسنا وان شاء الله يكون خير. نبداو اول ماده هي فرنسي وموراها تربيه اسلاميه وفي العشيه العربيه ان شاء الله باذن الله. وجينا بكري باش ياه توجدوا كل شيء ان شاء الله ضروري. صراحة ملي كتكون حافظ كتقول صافي انا اللي درت تراي ليا ما عنديش نتخلى كل شيء على الله ان شاء الله يسهل علينا سيدي ربي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يا دعوا معنا عفاكم الله يسهل علينا امين يا ربي امين يا ربي يا ربي يا ربي نجيبو مزيان يا ربي تسهل علينا نجيبو شي نقطة مزيانة يا ربي شي 19 سيدي يا ربي يا ربي احنا تنساك تاريخ متعب ان شاء الله بعد اذن الله. من 8 ل 10 فرنسي من 8 ل 10 ويعطيونا استراحه من 10 ل 10 ونص، من 10 ونص غندوزو التربيه الاسلاميه غنسالي مع 12 ونص وفي العشيه 3 ل 5 بالعربيه ان شاء الله نديرو ريفيزيون شويه ان شاء الله. دعوا معنا